في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية، واستنادا على معلومات مفادها وجود مركبة مشبوهة على متنها شخصين. استغلالا للمعلومة، تم وضع خطة محكمة أين تم توقيف المشتبه فيهما. بعد تفتيش المركبة، تم العثور بداخلها على كيسين بلاستيكيين يحتويان على مبالغ مالية من العملة الصعبة والعملة الأجنبية، قدرت ب 15,000 دولار أمريكي، 913,000 أورو، 148,555 دينار تونسي، كانت مخبأة بإحكام بالمقعد الأمامي. مواصلة للتحقيق، تم تفكيك شبكة متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و45 سنة، تنشط عبر محور ولايتي سطيف وتبسة مرورا بولاية قالمة. العملية أسفرت عن حجز المبالغ المالية وكذا مركبتين استعملتا في الجريمة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.